سورجاك تكلع ويمشي نمرة سبعة وانيتو برا ولا كانش في اوف سايد ما كانش في اوف سايد نمرة ثلاثة من يوغوسلافيا جودليش ده اللي جاب الجول جودليش وانيتو اللي جاب الجول البنت اسبانيا واحد كورنر اول كورنر اوبا جول 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 ثورة 15 ثورة هو تاني بيحط الجول بيحط الجول ثورة لإسبانيا عشان تبقى كسبانة 2-1 الجول الأولاني بيلتي واللي شاطه خوانيتو وثورة بعد 21 دقيقة 21 ثورة نمرة 15 2-1 اسبانيا بعد 21 دقيقة بالشوط اللعبة هيحلو والكرة جوال يعني انا كمان اللي بقول الكرة جوال لويس اوفارتي طبعا هيبقى في الدربة خمسة استراكوفيتش ستة بقى السينكو حريفة دول لويس اوفارتي 11 يوغوسلافيا واحد اسبانيا اثنين